ونفس الايمان يمكنك تنزل في الكندا محترمه شويه. عندك في شارع نبار كندا الشمس مثلا، ده حبيت اوصي عليه كلهم عارفه. اتفضل حضرتك اديهم الكارت ده هتكون مبسوط جدا. ممنون يا بني. دكتور عبد السميع الوكيل العام لشركه كات التجاريه، شرف لك تروح بيه. انعم واكرم. والشركه دي بتشتغل في تصدير توريد. توريد ايه يا فندم؟ فراخ؟ طيور؟ طيور طيور ايه؟ كاك. شركه اسمها كاك. كاك ده اختصار اسم كاليفورنيا امبورتنج كومباني. عدم المؤاخذه يا فندم، اصل انا قريتها بالعربي. الدنيا حر قوي يا فندم. نار ولعه.